متتبعات جورج لا كويزين، نقولكم الزلف لون. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاع ملاح وبصحة جيدة. ونقولكم إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة، أبوني وديروا جيم، اشتركوا معنا هكذا يصلكم جميع جديد الوصفات. ونشكركم على تعليقاتكم اللي تحفزني وتشجعني كما نقولكم كل خطرة. بفضلها راني ندير مجهودات باش نعطيكم كل مرة وصفة جديدة سهلة تهمكم، تهم خاصة المبتدئات. وكما راكم تلاحظوا اليوم درت حلوة الأفراح، حلوة سهلة اقتصادية، حلوة الكرافات وبيان ربطة العنق بطريقة جديدة بعجينة روعة بلمسة شخصية. إن شاء الله تستفدوا تجربوها وتنجحوا فيها إن شاء الله، وديروها في أرسكم. راني درت لا ميوزيك ولا الموسيقى، كاين صوت مزعج هنايا ما حبيتش تسمعوه، يعني ان بو جينو، على بها درت لا ميوزيك، اعذروني إن شاء الله. نتمنى يا ربي تجربوها وتخلوا لي التعليق الى حبيتوا هذه الوصفه. ونشكركم كامل ونقول لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير: زول صفار بيض، نص كاس سكر غلاس، رشه ملح، ملعقه صغيره فانيليا، كاس اتاي، نص كاوكاو مرحي محمص مرحي، وجلجلان نص، دونك نص كاوكاو نص جلجلان، و 125 غرام زبدة، وشوية برك راس مغرفة صغيرة لا لوفيو شيميك، والفرينة نلمو بها العجينة إن شاء الله. نعود لكم: زوج صفار بيض، عندنا زوج، نص كاس سكر غلاس غربلوه بيان سيغ، رشة ملح، مغرفة فانيليا مغرفة صغيرة فانيليا، كاس تاع شاي ماشي معمر، نص كاوكاو مرحي، نص جلجلان، 125 غرام زبدة، وفارينة نلوي بها العجينة بيان سور مع شوية فانيليا، رسم غرفة صغيرة. طريقة التحضير هي سهلة سهلة جدا جدا جدا، وكل وحدة فيكم تقدر ديرها، مم المبتدئات ما يصيبوش مشكل في هذا الحلوة، يديروها يعني بكل سهولة. خلطوا لا مارغارين وسكر غلاس السكر الناعم مع الفانيليا ورشة ملح ما تنسوهاش، مع خليط الجلجلان والكاوكاو والمرحي كما راكم تلاحظوا. نحركوه غير شوية ماشي بزاف، نزيدو عليه صفر زوج صفر، كملوا حركوه تحصلوا على عجينة تشبه الامبوماد هيك. نبداو نضيفوا الفارينة بيان سور مع راس مغرفة صغيرة تاع الفانيلا الخميرة الكيميائية، عفوا ما حبيناهاش تنفخ بزاف، غير شوية برك. وصلوا في الخلط تحصلوا على عجينة تشبه عجينة الصابلي، ماشي صابلي بصح تشبه عجينة الصابلي، ما تيبسوهاش ما تطريوهاش، هكذا تساعدكم في الخدمة إن شاء الله. يا خطوات سهلة، و عجينة نقدر نقولكم عجينة سحرية، يعني الكاطو تاعكم يخرج يهبل ذوق ولا أروع. وكي ديروا كي تضعفوا المقادير راكم تحصلوا على 30 حبه ان شاء الله، 30 الى 31 32 حبه هكذاك، يعني كل عجينه القوام تاعها ما تيبسوهاش. غطوها بالبابي فيلم تريح غير زوج الى 3 دقائق برك، ما بيت تسخنوا تشعلوا الفور تاعكم على 160 درجه. انا الفور تاعي كما قلت لكم انا ما نديرش نار قويه باسكو كبير شويه، نتوما كل وحده والفور تاعها ما تقويوش باش يطيب لكم في الداخل. هاوليك ندير دي بول، ما تنحوش لاباط مع البابي فيل باش ما تنشفش. عندكم ميزانكم ولا وزنوهم 30 غرام، كي نكملوا
غطيوهم بالبابي فيلم كما قلت لكم باش ما ينشفوش. بهذه الطريقة نتمنى تجربوها وتنجحوا فيها، دعوة الخير إن شاء الله. نتمنى تبارطاجيو رابط القناة، رابط الوصفة، هكذا الجميع يستفاد. هناك نشكلوا دي بودا صغار، حطوهم داخل المول. إذا عجبتكم تخلوا لي تعليق، أنا ندعي لكم كامل بالخير إن شاء الله. كل وحدة فيكم تلقى واش تحب إن شاء الله، أعطيكم قاع الصحة والهنا كل واحد مع بون إن شاء الله تفر عليه. نقولكم كاين ربي معنا، هكذا واش نقوله دايما، عندو ربي عندو كلش. هلا راني كملت، هذا لي مول متواجدين في الاسواق، يعني سي ديسپونيبل. حطوهم يطيبوا هكذاك سخونين، ما في طونسيون، ما تحرقوش يديكم، هكذاك سخونين. حضرت العسل مع كاوكاو ايفيلي، حمرته شويه. عندي اغوم تاع مزهر، تنكهو شويه العسل تاعكم. هذه عفسه خذوها مني، جربوها ورجعوا لي بالخبر. العسل يكون بارد والقاتو يكون سخون باش ما يتفتتلكمش وما يشربلكمش بزاف عسيله. غطسوها برك ونحيوها، ما تخليوهاش طول داخل، هلا غير باش تطرى لكم. وزينوها بالكاوكاو يفيلي، يعني وصفه هايله. نطلب منكم تجربوها، ديروا كميه صغيره كما انا درت لكم انايا. اللي ماشي موالف دير الكاتو هذا، ديروا على بالي بلي تعتمدوا الوصفه بدون اي مشكل، ديروها قلت لكم على ضمانتي، والله غير وصفه هايله. هنا كما قلت لكم مقبلات، بارطاجيو الوصفه مع صحاباتكم، حباباتكم، لا فامي تاعكم، هكذا الجميع يستفاد، عائلتنا ان شاء الله تكبر. بهذه الطريقة هي لك النتيجة، تولم أفراح مناسبات ممتع كل يوم كي يكون عندكم ضياف، يعني لي بريزونتابل. نتمنى عجبتكم الوصفة والطريقة، اشتركوا في القناة، ديروا جيم للوصفة. انا يا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، اترككم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء. جاكم ديال هنا الخير، اثكلت نظنين ميفغا وحنين.